قال الفنان أحمد عز إنه متفائل بمستقبل مصر، خصوصا بعد مقابلته رئيس الجمهورية المؤقت الرئيس عدلي منصور ضمن وفد فني ضم كل من ليلى علوي وأحمد حلمي وخالد يوسف وخالد النبوي وعدد من الإعلاميين. من ناحية أخرى قال عز إنه سعيد بتكرار تجربته مع زميلته اللبنانية نور من خلال مسلسل إكسلانس بعد توقف التعاون معهما لأكثر من 5 سنوات بسبب ظروف زواج نور وحملها. أنا خايفة على بنتي سارة. هما ممكن يكونوا عملوا فيها حاجة. آخر مرة شفت فيها مدام سارة كان إمتى؟ الفلوس والأمراض.